السلام عليكم، معكم أستاذ مونير جوبوا أستاذ اللغة الفرنسية. اليوم راح نديرو درس مهم جدا بالنسبة لطلاب البكالوريا، اللي هو لي رابور لوجيك، العلاقات المنطقية. هذا الدرس هذا السؤال اللي متعلق بهذا الدرس طاح بالبزاف في البكالوريا ولجميع الشعب، دونك يهم يخص جميع الشعب. راح نشوفو دونك اليوم كات رابور لوجيك، أربع علاقات منطقية اللي مبرمجين عليكم في البروجي 1 وفي البروجي 2، في تكست اي دوكيومون ديسوار و تكست ارغيمونتاتيف ولا ديبات ديدي. الوغ اول علاقة منطقية هي لا كوز، السبب. لا كوز معني السبب. دوزيام رابور هي لا كونسيكونس، النتيجة. تخوازيام رابور لوبوزيسيون، المعارضة ولا التعارض. لا كونسيكونس معناتها التنازل، تناقض ولا تضاد غير منطقي. سي اون اوبوزيسيون ايلوجيك. الوغ واش راح نديرو اليوم؟ راح تو سامبلومون نشوفو السؤال فاش يتطرح في البكالوريا ونقسمو هاد لا لوسون، قلنا اون 3 ولا اون 4 لوسون، هكذا ليكيب. الوغ نبداو بالسؤال لي يتحبل بزاف في البكالوريا. كاين زوج ولا ثلاث أسئلة يتعاودو دايما في البكالوريا. الوغ يعطوكم زوج جمل، هكذا زوج جمل متلاصقين، سوا يكون لارتيكولاتور في الديبي دو لا فراز، أول الجملة، ولا يكون في الوسط، معناتها يربط الجملتين. سؤال كيفاش راح يطيح؟ يقول لك كالي لو رابور لوجيك، ما هي العلاقة المنطقية اكسبريمي دون سو باساج؟ وشنو هو العلاقة المنطقية اللي رانا نعبروا عليها في هذا لو باساج، في هذه الجملة، في هذه الجملة اللي راكم تشوفوا فيها لهنايا، يكتبوها لكم فوق هذا السؤال. ومن بعد واش يقول لك؟ غير كيفي. دونك أول حاجة واش تقول؟ جاوب على لو رابور. قول هاد لو رابور اسكو سي اون كوز، كونسيكونس، اوبوزيسيون، كونسيسيون. تعطي هنايا الجواب ديالك، لهنا مد الجواب ديالك. ومن بعد تقول خليك ريكريفي لو اون رومبلاسون لارتيكولاتور، معناتها عاود كتب هاد لو باساج، عاود كتب هاد الجملة هادي اون رومبلاسون لارتيكولاتور، نعاودو اون رومبلاسون لارتيكولاتور، معناتها نحطو في بلاصة هاد لارتيكولاتور ولا هذا، سا ديبون شو. ولا سوليني لي مسطر اون رومبلاسون لارتيكولاتور اور ولا سوليني امبلوي بار ان اوتر دو ميم سونس، معناتها هاد لارتيكولاتور امبلوي ولا هاد لارتيكولاتور اور، واحد فيهم سوا يقول لك امبلوي ولا يقول هو لك ديريكتومون اور ولا مي ولا سا ديبون شو. قال لك بار ان اوتر دو ميم سونس ولا دو سونس ايكيفالون، معناتها ان مو لي نحطو في بلاص اور، لي نحطو في بلاص لارتيكولاتور هذا ولا لارتيكولاتور هذا، لازم يكون عنده لو ميم سونس. معناتها هنا الا كانت عندك لا كوز ولا لوبوزيسيون اور تعني لوبوزيسيون، دونك لازم تلقى له كلمه واحده اخرى عندها لو ميم سونس تاع اور باغ اكزومبل مي، ولا كلمه واحده اخرى، دونك لازم يكون عندها لو ميم سونس. دونك هذا سؤال طاح بزاف في البكالوريا. كاين سؤال واحد اخر ثاني يطيح في البكالوريا، دونك نهضروا عليه. واش راح يمد لك؟ كيفاش راح تكون الصيغه ديالو؟ شوفوا واش يقول. يقول لك ريكريفي لينونسي سويفون، عاود اكتب الجملة الآتية، لينونسي سويفون ولا لا فراز سويفونت. اون لو كومبليتون، اون لو كومبليتون par l'un des articulateurs, par l'un des articulateurs, oui, c'est bien qu'il y a des articulateurs. Là, on est capable de par exemple, mais parce que étant donné que là, on fait le film, je suis chargé d'être là. Étant donné que les trois articulateurs, que nous faisons, il y a un peu de ça. Que nous faisons, il y a un peu de une cause, la conséquence, l'opposition, la concession. Oui, il y a un peu de faire le
في ديبي تاع لا فاز في اول جمله ولا في وسط الكلمه ويكمل لك الجمله لهنا. دونك انت واش راح دير؟ انت تحط واحد فيهم لهنا، تحط واحد من ثلاثه لهنا على حساب لا فاز، على حساب العلاقه المنطقيه، على حساب المنطق، على حساب لا لوجيك. دونك تقرا لا فاز، تفهم لا فاز، تحط لو رابور لي لاس، وهذا راح يكون عليه درس خاص. معناتها نعرفو مي نعرفو واش نديرو، مي واش نديرو باسكو كي واش نديرو اي طون دوني كي واش نديرو تاع لا بوزيسيون تاع لا كونسيسيون لا كونسيكونس ايتترا بالتفصيل. داكور اليوم نشوفو سؤال شتو وجدو روحكم بسيكولوجيكمون لهاد لا لوزون اللي هي مهمه بزاف. كاين سؤال واحد اخر يطرحوه في البكالوريا، سؤال اخر واش يقول لك؟ يقول لك غولي ولا غولي لي دو لي دو فراز نورمالمون فوالا لي دو لي دو فراز بار l'articulateur par l'articulateur qui convient. Il y a pas juste du mal. Allez. On va y avoir un peu de temps. Là, on va y avoir l'articulateur. Rabat. تاع الجملة هذه والجملة هذه، اللي يربط بين هاد جوج جملتين هادو، بين لي دو فراز هادو. قال لك غولي اربط هاد لي دو فراز، هاد لا فراز اون لا فراز دو، دونك هادي فراز، فراز اون وفراز دو، قال لك اربط بينهم، غولي لي دو فراز باغ لارتيكولاتور كي فونفيان. اجبد انت ان ارتيكولاتور من راسك. تاع لا كوز، تاع لا كونسيكونس، تاع لوبوزيسيون، تاع لا كونسيسيون، مي لازم العلاقة تكون منطقية، ماشي لي دو فراز، زوج جملات هادو، هاد لي دو فراز هادو، راهم يمعنيو لا كوز، داكوغ؟ لا غولاسيون، العلاقة لي بيناتهم راهي فيها لا كوز، نتا تروح دير له تاع لوبوزيسيون، ما لازمش تكون غير منطقية، لازمش تكون العلاقة بين هاد لا فراز وهاد لا فراز تكون غير منطقية. داكوغ؟ الوغ هادو هما الأسئلة اللي يطيحو في البكالوريا، ركزوا معاهم سيل فوبلي باش كي نديرو ندخلو في الدروس تاع لاكوز لا كونسيكونس اكسيتيرا، كونو منظمين، كونو ستخيكتوري في مخكم وفي الإجابة ديالكم. يعطيكم الصحة ونقولكم أتخي بيانتو إن شاء الله، سلام.